عسلامة لسه كله، مرحبا بكم مرة أخرى في الشين يوتيوب أنبوكسينج تي. كالعادة معاكم ياسين اللوز. فيديو اليوم مش يكون فيديو سبيسيال شوية على خاطر باش نحكيو على تليفونات نتمنيو أنهم يكونوا موجودة بصفة رسمية في السوق التونسية. التليفونات هذه باش تلقاوها موجودة عند بسام جاجت ستور بيان سور كاع كارتين، دونك للي خلط خلط. يلا نبداو. في فيديو اليوم باش نحكيو على ثلاثة تليفونات من ريالمي، انفينيكس وموتوريلا، وكيف كيف باش نحكيو على تقنية أخرى اللي تونا اكتشفوها في آخر الفيديو. وباش نبداو بالترتيب الأكثر تليفونات عجبتني قيمة مقابل السعر. أول تليفون نبداو به هو ريالمي جي تي دو نيو، سومو 1650 دينار عند بسام جاجت ستور، مسجل وأموره منظمة. يجي معاه بوشيت سيليكون، شارجور سوبر تشارج 65 وات، يشارج التليفون كامل في 40 دقيقة فقط. نتعداو للتليفون اللي نراو أنهم أبدعوا في الديزاين، خاصة بالألوان المتغيرة. فيه إكران هيلة برشا وكبيرة أموليد 6.62 بوص، تدعم 120 هرتز اللي تتغير أوتوماتيك بين 60 و 120، ويدعم زادة الـ HDR Displus ببرايتنس 600 نتس ومحمية بطبقة جوريلا جلاس 5. يعني هل كروم مناسب لكل شيء سواء جيمينج، فرجة ولا استعمال خارجي، وأمور بيرفورمانس حاجة ممتازة. في بروسيسور سناب دراجون 870 5 جي مع 12 جيجا درام و 256 جيجا ستوكاج اللي خليه ياخذ سكور قوي في منصة الأنتوتو بنشمارك 740 ألف تقريبا. ريالمي جي تي نيو 2 باش يضمن لك أداء قوي في الاستعمال اليومي وديزوبسيون طايرين بفضل الأندرويد 11 بسيركوش الريالمي يو اي 2.0، إضافة لديول سبيكر اللي باش يعزز تجربة الجيمينج. فالألعاب هوني كيما الفري فاير والكول أوف ديوتي موبايل تخدم على أعلى إعدادات، ببجي نيو ستيت بإعدادات عالية، وفورتنايت إيبك 30 اف بي اس، وعندك المول جي تي اللي حاول يزيد يعطيك تجربة أفضل في الجيمينج مع باتري 5000 ملي أمبيرور اللي تكفيك نهار كامل استعمال. وبالنسبة للكاميرا كيف كيف ما قصرتش، فيه 3 كاميرا 64 ميجا بكسل برانسيبال، 8 ميجا بكسل الترا وايد، و2 ميجا بكسل ماكرو كاميرا. نخليكم مع تصور وهاني رجع لكم. تصوير الفيديو فيه بليزيور مود كيما تصوير 4K 60 FPS في البرانسيبال، ولا فول HD كي نفعلو الالترا ستابيليتي، وفي الكاميرا الترا وايد ريزولوسيون فول HD. وديجا سوفتوير الكاميرا ممتاز وفيه بليزيور اوبسيون اخرين كيما سلو موشن، نايت مود، اكسيتيرا. الخلاصة بالنسبة للريالمي جي تي نيو 2 هو اكثر هاتف متكامل في هذا السعر. سينو خلينا نتعداو للتليفون اللي من بعد واللي هو الموتوريلا ايدج 20 برو. التليفون هذا سعره 2200 دينار، والحقيقة رجعني بالماضي دي كي كنت صغير، كنت نعشق الماركة هذه. الحمد لله جاء الوقت وباش نجرب تليفون من موتوريلا. وبالنسبة للانبوكسين باش تلقاوه على انستغرام انبوكسينج تي، باش تلقاوه فيه كل شيء من البوشيت للليكوتور والشارجور فاست 30 وات، كيف كيف معاه كابل يو اس بي سي للهاش دي ام اي. على خاطر اول ما تلقى الكابل باي اكران عن طريق الهاش دي ام اي يولي بي سي، وتنجم زادة تخيل الاكران هي السوري، ولا تلقى التليفون مع السوري وكلافي بلوتوث وهكا يولي ديسكتوب. واكثر من هكا تنجم تزيد تلقي التليفون بمانيت بلوتوث وتلعب على الاكران الكبير. الحق ياسر ممتاز الفازة، وراهي ماهيش موجوده في التليفونات الكل، لازم يكون يسبورتي الحكايه هذه. بالنسبه للديزاين فانه بالرسمي حاجه تحفه واودغام. اولا ياسر مرتاح في اليد وخفيف وفيه خامات تصنيع من البلور والالومنيوم وانعكاسات جميله. من الاخر واضح تليفون مضخم ولامبران ديجيتال موجوده في قرص الباور، تري رابيد اما عاليه شويه، ولمستين على البوطون يحلك شورت كات، وفما زيد بوطون على اليسار للاسيستون فوكال جوجل. وبالنسبه للكرون واضح جدا انه اودغام، حتى من امي اللي ما تفهمش في التليفونات حست انه الكرون ماهوش عادي، كيف لا وهو اكرون اوليد 6.7 بوص 1 بليون كولر، يدعم ال HDR Displus وال 144 هرتز اللي تنجم تغير اوتوماتيك حسب الاستعمال، ومحميه بطبقه جوريلا جلاس 5. حصيله حاجه تحفه بدي بوردور ياسر جويد. نجيو للبرفورمانس نلقاوه بنفس البروسيسور اللي في الريالمي، سناب دراجون 870 5 جي مع 12 جيجا درام و 256 جيجا ستوكاج زيدة. ممكن هوني البرفورمانس اليوميه خير شويه خاطر فيه اندرويد 11 نظيف من غير سركوش، اما امور جيمنج باش يقدم نفس البرفورمانس، جوست استفقدت هوني ستيريو سبيكر والباتري 4500 ملي امبيرور اللي هما كافيين انهم يكملوا لك النهار. وبالنسبه للتصوير فانه في الفلاكشيب ليفل فيه 3 كاميرا 108 ميجا بكسل برانسيبال، 16 ميجا بكسل الترا وايد اللي تنجم تولي ماكرو كاميرا، و8 ميجا بكسل تيليفوتو كاميرا 5 فوا اوبتيكال زوم. وبالنسبه لكاميرا سيلفي 32 ميجا بيكسل HDR. نخليكم مع بعض الصور وهاني راجع لكم. H20
اتش 20 برو يوصل يخولك دي فيديو 8K 24 اف بي اس، اما هو ماهوش ستابل بيان سور ويعمل كروب، وينجم يصور 4K 60 اف بي اس، هون يولي ستابل اكثر. وبالنسبه للكاميرا الترا وايد فول اتش دي، وتنجم زيادة تاخذ سلو موشن فول اتش دي 960 اف بي اس. كل عاده تطبيق الكاميرا فيه بليزير اوبسيون من مود برو للنايت مود اكسترا. في ارض الواقع التصوير ما وصلش لنيفو تليفونات الاود جام، اما نتصور دي ميزه جور يحسنوا في طريقه تعديل الصور، ينجموا يوصلوا للجوده والنيفو نتاع تليفونات الاود جام. اما الباقي من الديزاين والفيانه وكيف كيف الليكرون حاجه مثخمه على الاخر. جست حابب نقولكم كانكم وصلتوا للنيفو هذا من الفيديو ومازلتوا ما عملتوش لايك، علاش لا تدعموني باللايك سبسكرايب وتفعل الجرس. سي بون يلا نكملوا. سينو خلينا نتعدلوا التليفون اللي بعد واللي هو الانفينيكس زيرو اكس برو. التليفون هذا سومه 1150 دينار ومعاه ايكوتور، واللي هو الايكوتور هذا اسمه الانفينيكس اكس او 20. الحقيقه الايكوتور تحفو، ايكوتور سون فيل وكيف كيف به للجيمينج. وبالنسبه للانبوكسينج تاع التليفون هذا كيف كيف باش نلقاوه على الانستغرام انبوكسينج تاعي. حصيلوا التليفون هذا مع كل شيء من البوشيت، اهم حاجه البوشيت خلينا نشوفوها مع بعضنا، بوشيت سيليكون ياسر مزيانه. كيف كيف باش نلقاو زيد الكابل يو اس بي سي شارجور 45 واط وكيف كيف الايكوتور. سينو التليفون يجينا بديزاين يوني بوكسي ديزاين كما قاعدين نشوفوا، وهوني عنا افي كوير. انفينيكس علاش ما جبناش تليفونات كي هكا للسوق التونسيه؟ الحقيقه منظر حاجه مثخمه، خامات تصنيع تتسمى عاديه. سينو خلينا نتعديو تويكا للكرون. الانفينيكس زيرو اكس برو يجينا باكرون هيل في سومو اموليد ويدعم 120 هرتز 6.67 بوس فول اتش دي. اكرون في الالوان ممتاز وجيد للجيمينج والفرجه، وفيه امبران ديجيتال تحت الاكرون. صحيح هي حاجه مضخمه، اما هوني اللي حاط فيها شويه لاج، جوست اللي حبيت يكون موجود فيه الديول سبيكر، خاطر هوني عندنا كان مونو سبيكر. وبالنسبه للبرفورمانس حاجه محترمه في هذا السعر، ماهيش الاقوى. فيه بروسيسور ميديا تيك هيليو جي 95 مع 8 جيجا درام و 128 جيجا ستوكاج، اللي خليه ياخذ سكور تقريبا في 350,000 على الانتوتو بنشمارك. الخلاصه الزيرو اكس برو باش يوفر لك اداء جيد في الاستعمال اليومي وفوق المتوسط في الجيمنج، مع بطاري 4500 ملي امبير اللي تكفيك نهار استعمال، وتتشارج من 0 ل 40% في ربع ساعه فقط. امور تصوير عندنا فيه 3 كاميرا 108 ميجا بكسل برانسيبال مع او اي اس، 8 ميجا بكسل تيليفوتو 5 فوا اوبتيكال زوم وفيها او اي اس، و8 ميجا بكسل الترا وايد اللي تمشي زيادة كاميرا ماكرو. وبالنسبة للسيلفي 16 ميجا بكسل. نخليكم مع التصور وهاني رجع لكم. زيرو اكس برو باش يخولك دي فيديو 4K 30 اف بي اس في الكاميرا برانسيبال بجوده جيده، وكاين تحب تكون ستابل اكثر اللي يسمدك تخدم المود الترا ستابيليتي، والكاميرا الترا وايد ماكس فول اتش دي. والحقيقه الكاليتي ما عجبتنيش برشا. وبالنسبه لسوفتوير الكاميرا فيه دي اوبسيون اخرى كيما البورتري فيديو، نايت مود، مود برو اكسترا. الخلاصه للانفينيكس زيرو اكس برو بالنسبه للسعر بتاعو نجم نقول انه اكرون مريقل، ديزاين كيف كيف مضخم، باتري مريقله، تصوير جيد، جوست الكاميرا الترا وايد تعبه، وكيف كيف تصوير البورتري العاديه تعبه زادت. كي تحب تصور بورتري تصور بورتري بالكاميرا اوبتيكال زوم 5 فوا، دونك ماذا بيك تكون موخر على العبد اللي قاعد تصور فيه. كيف كيف بيرفورمانس فوق المتوسط، واستفقت شويه الديول سبيكر. سينو انتم قولوا لي في التعليقات شنو اكثر تليفون عجبكم، الانفينيكس ولا الريلمي ولا الموتورولا. بيان سور كيما قلت لكم التليفونات هذه مش موجوده بصفه رسميه في السوق التونسيه، ما تنجموا تلقاوها عند بسام جادجت ستور. سينو التقنيات الاخرى اللي قلت لكم باش نحكيوا عليها وكيف كيف هي ديسبونيبل عند بسام، هي التابلت هذه الشاومي باد 5 اقوى تابلت اندرويد في تونس. التابلت هذه فيها سناب دراجون 860، فيها باتري 8700، فيها اكرون 11 بوص 120 هرتز، كيف كيف تصوير 4K، عندك كاميرا سيلفي وعندك ستيريو سبيكر ب 4 بافلويت، حاجه ممتازه. 6 جيجا درام و 256 جيجا ستوكاج. التابلت هذه سومها 1550 دينار. نجم نقولوا انه التابلت هذه خير بمراحل من سامسونج جالكسي تاب اس 8 اف اي اللي سومها يفوق ال 1700 دينار، حكيت عليها اكثر على انستغرام انبوكسينج تاعي. والاخر تقنيه هي
البلاك شارك جيمينج كولر، حكيت عليها على انستغرام، وهي عبارة على مروحة تبريد للتليفون بتاعك. كان التليفون بتاعك يسخن وقال كانك انت جيمر وتلعب برشا بالتليفون، هذه باش تكون مناسبة ليلك. وهكا كون وصلنا لاخر فيديو، ما تنساش كالعادة الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، تفعل الجرس وتابعنا سيوغ فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتابع جروب فيسبوك اللي عملناه ليلكم انبوكسينج تين فان كلوب. كان عندك اي مشكلة اي سؤال يخص التك، خلي السؤال بتاعك ميكا ونفسك كل تجاوب عليك. كيف كيف كي تعرف اخر اخبار التكنولوجيا لحظة بلحظة، كل ما عليك انك تزور موقعنا unboxingtain.com وقال الفيسبوك unboxingtain. نشوفكم ان شاء الله بافضل حال في الحلقات القديمة. اتخي بيانتو.